مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. كتاب أنا مريضة نفسيا اسم الكتاب اللي هيكون معانا النهاردة، واللي بيعكس رؤية جديدة وجريئة عن المرض النفسي وعن تفاصيل كتير جدا بيحكيها المرضى النفسيين للطبيب المعالج. معانا النهاردة دكتور وفاء شلبي، المعالجة النفسية وعضو الجمعية الأمريكية للمعالجين النفسيين. صباح الخير دكتور وفاء، منورانا في نهارك سعيد. أهلا بيكي. طبعا الاسم يخض ويشد جدا، الناس تبقى عايز تعرف يعني إيه، يعني اسم كتاب أنا مريضة نفسيا. صعب الاعتراف جدا بالمرض النفسي، وصعب ان الانسان يعترف انه مريض نفسي وان اللي حواليه كمان يبقوا بيقولوا ان ده مريض نفسي، خصوصا لو الام او الاب، بيبقى صعب جدا ان هم يعترفوا ان ابنهم مريض نفسي. مظبوط. ليه بقى اخترتي الاسم اللي يشد قوي ده؟ انا مختاره الاسم عشان يبقى صادم، يعني انا قصدي ان الاسم يبقى صادم علشان خاطر ناس كتير مش بتحب تعترف بالمرض النفسي، فالكتاب غرضه الاساسي ان هو يقضي على الوصمه بتاعه المرض النفسي، انه عايز ان اي حد يعترف ويقول انا مريض نفسي عادي، ان انا اقول انا عندي مشكله انا محتاجه اتساعد. فده عشان كده ده من البدايه من عنوان الكتاب، ان الكتاب يبقى صادم، يعني انا مريض نفسي او انا مريضه نفسيا، انا بعترف ان انا عندي مشكلة يعني. طيب الإنسان يعرف إزاي إن هو مريض نفسي، ولا اللي حواليه أكتر بيحسوا إنه لأ إن هو عنده خلل وبيوجهوه إن هو محتاج فعلا يتعالج؟ لا، هو اللي حواليه ساعات بيعلقوا ان هو تصرفاته ما بقتش زي الاول، سلوكياته بقت غريبه. زي ايه؟ طباعه بقى منعزل، ممكن يشوفوا انه منعزل، ممكن يبقوا يشوفوا انه بقى عصبي بزياده، ممكن ما يروحش الشغل من غير اسباب معينه، بيبقى في اسباب كتير جدا. لكن هو كمان بيحس ان حياته واقفه، يعني هو بيبتدي يعرف نفسه انه في عنده مشكله لما حياته بتقف، لما دايما نقول انه لما ثلاث حاجات بالظبط في حياتي بتبتدي تتأثر، يبقى احنا هنا عندنا مشكلة، انه حياتي العملية وشغلي، حياتي المهنية، علاقاتي الاجتماعية بالناس، وتالت حاجة حياتي العاطفية او جوازي او ارتباطي، ان حد يبقى مثلا انا مرتبطة بحد، البارتنر بتاعي بيشتكي ان انا طباعي ما بقتش زي الاول، انا ما بقومش بواجباتي تجاهه، والعكس برضو لو هو راجل. لو التالت حاجات دول بقى فيهم مشكلة، يبتدي الفرد او الشخص يحس ان هو عنده مشكله وانه محتاج مساعده يعني. طيب ايه اللي خلاكي تكتبي الكتاب ده؟ زي ما قلت لك في الاول، انا علشان عايزه اقضي على الوصمه دي، ان الناس تعترف ان هم مرضى نفسيين، في انا عندي مشكله ومحتاج ان انا اتعالج، كلنا عندنا مشاكل بشكل او باخر. في نفس الوقت بناقش فيه مواضيع مختلفه من الزاويه النفسيه، ممكن تعدي على ناس كتير وما يعرفوش ان ليها شق نفسي او ليها سبب نفسي، فمهم ان انا زي ايه مثلا؟ حاجات كتير جدا، زي الحب، الجنس، الالحاد، الجواز، العلاقات الاجتماعية، تربية الأطفال، يعني كل حاجة بيبقى لها شق نفسي باخده من الزاوية النفسية وابتدي أتناقش فيه يعني. يعني الكتاب عبارة عن كذا فصل، كل فصل فيهم بيمسك نقطة معينة من المرض النفسي، سواء بالضبط. عن الجواز، الحب، يعني العديد من الموضوعات النفسية. أكتر حاجة بتجيلك وأكتر شكوى بتجيلك إيه؟ هو هيبقى صعب ان احنا نقول كده، نقول ان في يعني مثلاً ايه كومن تقريبا في الامراض النفسيه، يعني الستات مثلا مشاكلها تعتبر قريبه من بعض، ولا في مشاكل بتكون في حاجات مختلفة؟ مشتركه، وانا متعرضه لده في الكتاب. ابرز الاسئله اللي بيسالوها المرضى اللي من صحاب الاضطراب الواحد، اللي بيبقوا متشابهين في الاضطرابات، ايه الاسئله اللي دايما تيجي على بالهم؟ ايه اكتر الاسئله اللي بتتساليها؟ لا، حاجات كتير قوي. كتير جدا. اصعب الاسئله؟ أصعب الأسئلة، ما بحسش إن في أسئلة صعبة لو أنا يعني متمكنة من الشغل، ما بحسش إن في أسئلة صعبة، أنا دايما بحس إن أنا أي سؤال ممكن أرد عليه طالما أنا متمكنة من الشغل في الحتة دي. بس مثلا ولو في حاجة مثلا بيبقى في حاجات مشتركة مثلا بين السيدات، مشاكل بتبقى مشتركة، مثلا ما تقعدي مع أصحابك بتلاقي إن مشاكل قريبة من بعض. اكتر المشاكل اللي بتواجه السيدات وبيجولك وبتبقى مشاكل نفسيه فعلا محتاجه لعلاج بتكون كتير؟ بشوف سيدات بتيجي علشان اطفالها، وتبقى هي عندها اصلا، هي اللي عندها المشكله، ممكن تبقى هي اللي موسوسه قوي انه عايزاه بيرفكت اكتر من اكتر من اللازم، ممكن تبقى بتقارنه بحد معين فتبتدي تبقى شايفه ان في مشكله والطفل ما بيبقاش عنده مشكله يعني. ممكن تبقى هي عندها مشاكل مع جوزها، وده متسبب في بتسقطه على حاجة
على الطفل يعني. بالظبط كده، فدي كتير قوي بشوفها يعني. طيب كتاب من النوع ده بيكون صعب جدا، لان انت بتتكلمي عن مشاكل موجوده فعلا ومشاكل نفسيه، فاكيد بياخد منك مجهود برضو نفسي ان انت تكتبيه. فيعني كلمينا اكتر عن الكتاب، وليه الكتاب والكتابه عن الامراض النفسيه ليه بتكون من اصعب انواع الكتابات؟ انا هو اكيد المجهود مش هيبقى زي مجهود العلاج، يعني مجهود النفسي في الكتابه غير العلاج. بالعكس ده انا متعرضه للنقطه دي، انه الكتابه متنفس انفعالي، يعني الكتابه بتفيد ان انا اطلع اللي جوايا فعلا على الكتابه. ودايما بنصح المرضى بكده انهم يكتبوا. في العلاج السي بي تي بيبقى جزء منه تكنيك مهم، انك بتكتبي افكارك السلبيه وتحوليها الايجابيه. كتير مرضى ما بيبقاش عندهم خلق للموضوع يعني ده او طاقه. دي طريقه علاج فعلا. ويجيبها لي العياده نبتدي نتناقش فيها. فكتير على فكره حالات ما بتبقاش عندها طاقه لحكايه الكتابه دي. طب وانت بتناقش المريض بتقولي له مثلا ده مثلا اسمه سي بي تي ودي طريقه علاج جديده وانت تتبع الطريقه دي؟ كتير. ده اسمه سايكو اديوكيشن، احنا بنعمل علاج تعليمي او تثقيفي للمريض. يعني بتفهمي المريض هو مثلا ايه المرض بتاعه ده مهم ازاي بنعالجه والطرق العلاجيه. ايوه اكيد، عشان يبقى عارف الفرق ما بين ان انا مثلا حياتي انا ليه بعمل ده، او ليه مثلا ان ده ممكن يبقى عرض من مرضي من الاضطراب بتاعي يعني. فلازم يبقى فاهم ده ويعرف العلاج هيتعالج ازاي، والطريقه العلاجيه دي هنعمل ايه علشان يبقى ملتزم بيها. لانه انا عليا مسؤوليه وهو عليه مسؤوليه. يعني انا عليا مسؤوليه ان انا اطلعه من اللي هو فيه، وهو عليه مسؤوليه انه هو كمان يعمل مجهود عشان يطلع من اللي هو فيه. يساعدني هو فيه. فهيساعدني ازاي الا اذا عرف ايه المطلوب، يعمل الهوم ورك اللي عليه. بالظبط، ده هوم ورك فعلا. هو اسمه كده فعلا يعني. صح. طيب قولي لي، مريتي بالعديد من المشاكل طبعا اللي سمعتيها من خلال المرضى وتجارب حياتيه كتير، شايفه المتعه في ايه انك تشاركي القراء اللي هيقروا الكتاب ده في التجارب الشخصيه اللي مريتي بيها عن طريق المرضى؟ يعني بشوف انه هيفيد المرضى اللي عندهم مشاكل مماثله، وبشوف انه هيفيد المعالجين اللي بيعالجوا، لان اي حد بيبقى عنده خبره علاجيه هيبقى لطيف انه ينقلها لزمايله انهم ممكن يستفيدوا. انا كتير بسمع لزمايلي وبسمع لاساتذتي بيردوا ردود معينه، مش مهم يقولوا لي عالجوا المريض ازاي، بس ممكن يردوا رد على مريض قدامي او يقولوا احنا ردينا قلنا كذا، ده بيفيدني كتير جدا في ان انا ممكن ارد نفس الرد او ان انا اتعامل بنفس الطريقه. وبالمثل ممكن تشوفي ان هو الرد اللي الدكتور مثلا اللي رده ده ان هو يكون غير مناسب، وان انت مش هتردي لو انت اتحطيتي في نفس الموقف مش هتردي الرد ده؟ لا انا حسب الكيس يعني، اكيد انت مش بتبقي 1 2 3 لا لو في الكيس دي مثلا وحد بيحكي لك على حاجه بتحسي ان لا الموضوع ده ما يتحلش بالطريقه دي مثلا؟ ممكن الطرق بتكون مختلفة من وارد طبيب طبعاً للآخر. وارد مع الوقت، مع الوقت بتقدري بتعرفي تستخدمي ايه مع مين. يعني مع الوقت والخبرة ما بتفتحيش بقى الكتب وتبتدي تبصي وتشوفي التكنيكات 1 2 3 وتطبقيها، لا خلاص انت بقيتي عارفة ايه بتستخدمي ايه مع مين، انت بقيتي العلاج جواكي، فانت بتبقي بتطلعي التكنيك اللي خاص بالحالة على طول من غير ما يبقى، وهو ده دور الخبرة. وانت بتعرفي التكنيك اللي هينفع معاها خلاص، وبتبقي عارفة ان في حاجة يعني في ناس مش بتستجيب للهوم ورك زي ما انت كنت بتقولي، مش بتستجيب لانها تعمل الواجب او تكتب بقى. ما بيحبوش الكتابه، ما عندهمش طاقه للكتابه. عادي، ده وارد جدا، بحترم ده. يعني مش شرط ان انا لازم اجبرهم انهم لازم يكتبوا، مع ان الطريقه العلاجيه قايمه على ده. لا، بحترم ده واقول لهم اتناقشوا معايا بالبق، قولوا لي انتوا عملتوا ايه، ونبتدي نحول الافكار دي. وده بيبقى كتير على فكره في كبار السن، انا ببقى متوقعه انهم مش عايزين يكتبوا. كبار السن والمراهقين دايما جدا الفئتين دول ما بيبقوش حابين الكتابه اكتر، ما عندهمش طاقة للكتابة. فبحترم ده، ومع تاني سيشن ببقى متأكدة ان هو مش هيكملوا في الكتابة، فنبتدي نتكلم بقى بنتكلم شفوي، تقولي ايه الافكار اللي بتيجي في بالك، وهي تبتدي المريض يناقشني فيها. فبيكون فعال برضو، بس هي الكتابة دايما نقول متنفس، يعني بتطلعي اللي جواكي على الورق، بتحسي انك انت اللي طلعت على الورق دي حد تاني، يعني اكنك بتراقبي نفسك، فاهمة؟ فلما المشكلة بتطلع على الورق يعني ده بيفيد المريض في ايه؟
ان هو بيحس انه في مرايه قدام نفسه، هو مش هيحس بيواجه نفسه يعني. بالظبط كده، هو مش هيحس انه في مرايه الا لما يكتب، الا لما يشوف افكاره بعينيه. لكن لو انا اتكلمت عنها ما بحس انها لسه جوايا، لكن لو طلعتها على الورق بحس ان انا خلاص بتقل، انا اكن انا شفتها منها. اتخلصت منها، فده مهم جدا طبعا يعني. طيب قولي لي اكتر المشاكل النفسيه هل اساسها مشكله عاطفيه او مشاكل حب ولا ملوش علاقه؟ لا ملوش علاقه، انه مش شرط الحب. طبعا دايما اقول معضله في حاجات كتير جدا، الحاجه للحب كمان اكتر بالتحديد، لكن مش هنقدر نقول انه معظم المشاكل بسبب الحب، لكن مشاكل كتير بسبب الحب، واضطرابات كتير طبعا بيبقى سببها الحاجه للحب، ولا بيبقى سببها اساسي من البيت وافتقاد الحب مثلا في البيت، سواء الحب من الام سواء الحب من الاب. فلما الشخص بيكبر وبيدور على الحب ده بره بيحصل له مشكله اكبر، ان هو ممكن ما يلاقيهوش وهو اصلا فاقد الشيء ده من الاول يعني. ده حقيقي. سبب من الاسباب المشاكل، ده حقيقي. وبنقول كتير ان هو بيبقى عنده مثلا رغبه في ان انا ابقى سيكينج اتنشن طول الوقت، ابقى عايز الناس تبص لي، ابقى احس اني متشاف، الناس تهتم، لان انا حاجه من الاثنين، يا ما اخدتش الحب بشكل صح من اهلي، او انا اخدته بزياده فتعودت عليه، فما بقتش مستحمل ان انا اكون مش متشاف. أوكي. خلاص انا عاوز طول الوقت الناس مركزه عليا وشايفاني ومدياني وضعي. طيب الصح ايه؟ الصح الاعتدال. اي حاجه في التربيه بتزيد عن حدها بتقلب ضدها، لازم تفضلي ماشيه في التراك اللي في النص ده، يعني انت دلع زياده هيبوظ، قسوه زياده هتبوظ. لكن الصح ان انا على طول ببقى ماشيه في التراك اللي في النص ده، بعمل الحاجه باعتدال، عارفه امتى اعاقب، امتى ما ابتدي ابقى حنينه ولطيفه، عارفه امتى اشد، امتى ارخي، ابقى مرنه في التربيه، مش ماشيه على وتيره واحده طول الوقت. فبالتالي يوصل له مسجات سويه، ان انت لو عملت حاجات كويسه هتاخد اهتمام وحب، عملت حاجات سيئه ممكن هتتعاقب، يعني هتتعاقب. كل شيء ليه المقابل بتاعه. بالظبط كده، فيبتدي على طول بيقرب من انه يعمل الحاجات الكويسه. طيب كلميني اكتر عن المراهقه بقى، والسن ده طبعا بيعمل مشاكل كتيره جدا وبيبقى عنده اضطرابات نفسيه. الاب والام لازم يعني يهتموا بالطفل يعني المراهق في المرحله دي ويعترفوا ان ابنهم عنده مشكله، علشان ده يكون سبب في ان هو المشكله دي تتحل، ولا في اباء وامهات ممكن ان هم ما يعترفوش والمشكله دي بتزيد وتسوء؟ لا، فحتى المراهقه بيبقى بالنسبه لهم الموضوع ضاغط جدا، يعني ما يقدروش يتجاهلوه، هو اوريدي هو مثلا اجريسيف جدا، مثلا منعزل جدا، في حاجه فارضه، مستوى في الدراسه سيء، في حاجه فرض عليهم انهم لازم يبتدوا يلجأوا لمساعده يعني. لكن في مرحله الطفوله كتير اهالي بتحاول تنكر ان ولادها ممكن يكون عندهم مشكله. طيب. يعني ده بيحصل اكتر في الطفوله، لما يبقى شايف انه ممكن الولد يبقى هايبر اكتيف او عنده اضطراب انتباه وفرط حركه، وبعدين هو يبقى شايفه بس شقي، بس شقي يعني زياده، ويضربه ويتعامل معاه بطريقه يعني مش المفروض انه يتعامل معاها مع الحاله دي، والحاله بتسوء اكتر فعلا زي ما بنشوف. طيب قولي لي ايه اللمبه الحمراء لما تنور عند المراهق اللي الاهل لازم ياخدوه للمعالج، ولازم فعلا ان هو يقعد مع حد متخصص ويتكلم معاه؟ اكبر مشكله ما هي دي بتختلف من حد للتاني، بس المراهقين يعني في حاجات برضو بتبقى اكيد لو مستوى الدراسي نزل جدا وما كانش كده لازم يبتدوا يشوفوا حل. لو هو انعزل جدا بشكل زياده وما بقاش بيتكلم، ما ممكن يقولوا المشكله الدراسيه دي ان هو ما بيذاكرش كويس مثلا، ما ياخدوهاش ان هي ممكن مشكلة يبقى لها نفسية. اصل نفسي ممكن يبقى لها سبب نفسي. لا، يبقى الفرق ازاي افرق ان المشكله دي ان هو ما بيذاكرش مثلا كويس وان المشكله دي نفسيه؟ لان هيبقى في زملة حاجات، يعني مش حاجه واحده بس انا هشوفها هتخليني اوديه للمعالج، لا بيبقى في حاجات كتير. يعني هو حتى لما تيجي الام او الاب يشتكوا جوه العياده بيقولوا ايه، بيعمل كذا وكذا وكذا، بيعدوا لك يعني شريحه سلوكيه بيعملها مش في العادي، مش طبيعيه. فهو بيبقى في حاجات كتير جدا، ان الانعزال مع الدراسه، او مع انه بقى اجريسيف، او انه بقى يضرب اخواته، او انه هو مثلا بقى يتطول عليهم، ممكن
ممكن يزق حد فيهم ويمد ايده عليهم، فده بيبتدي يبقى فيه وقفه، لازم يبقى فيه وقفه يعني. وتطرقتي بقى للمراهقين في الكتاب؟ دي حقيقه. الفصل اللي بتكلم فيه عن الاطفال اتكلمت برضو فيه عن المراهقين وازاي نقدر نتعامل معاهم يعني. نظره المجتمع للمريض النفسي ساعات بتكون يعني بتزود من المرض النفسي اللي هو الموجود عنده، وساعات كمان بتخليه ان هو يعني يبقى في عزله، وساعات بنشوف ناس ما بتعترفش برضو بالمرض النفسي. ازاي نظره المجتمع تتغير للمريض النفسي، وازاي المريض النفسي برضو ما يقعدش يقول انا مريض نفسي يا جماعه، وان هو يخلي ان الحاجه دي تكون ليه هو لوحده، ان المرض النفسي ده ما يكونش بيلفت بيه الانتباه كل اللي حواليه، لان احنا برضو ساعات بنشوف ده. ان يبقى في توعيه نفسيه، انه يعني الكتاب من ضمن التوعيه النفسيه انه عادي جدا ان احنا نقول ان انا عندي مشكله وان انا اروح لمعالج. أقول ناس كتير اقول للي حواليا أو انا اخد الستيب دي، اقول لهم يعني مش شرط عشان يساعدوني ولا عشان يقووني ان انا اخد الستيب واروح هو للمعالج. في العادي لما بيقول للناس، الناس ما بتشجعوش خالص انه يروح، بيقولوا له انت اتجننت ومش ليه هتروح لمعالج يعني. لكن يقول لحد ممكن يعمل له سبورت، واذا ومش شرط انه يقول لحد يعمل له سبورت او يخليه ما يروحش او يشجعه بشكل غلط انه ما يروحش يعني. لا، ممكن هو اللي بيروح لوحده هو اللي ياخد الخطوه يعني، يسال على معالج ويبتدي يروح ويتابع يعني. مش شرط ان انا اقول لحد، كل اللي بيقوله قبل ما يجوا الناس مش بتشجعه، وفي ناس على الجانب الاخر بتقول له روح وانت محتاج وتقترح عليه ان هو يروح، فمش دايما. فهي الفكره وبعدين بتذله. هي الفكره كلها انه لازم المجتمع كله ينهض مره واحده، ولازم يعني يبقى في توعيه يعني فعلا للمريض النفسي ده زي اي مريض عنده كده مشكله جسديه. هو لما يبقى في توعيه الناس بالزبط هتساعد المريض انه يروح يعني. أيوة. مش المريض بس اللي هيروح، الناس أكيد اللي حواليه كمان هيعرفوا باهميه الطب النفسي وانه المفروض يتعالج يعني. اكيد. دكتور وفاء شلبي، المعالجه النفسيه وعضو الجمعيه الامريكيه للمعالجين النفسيين، نورتينا النهارده، بنشكرك. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. مشاهدينا، خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل سريع جدا ونرجع لكم انا واشرف عشان نختم يومنا النهارده في نهارك سعيد.